السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى النشرة الثامنة وإلى العناوين. رئيس الجمهورية يصدر تعليمات بإعداد قانون مالية تكميلي لرفع الاختلالات المتضمنة في قانون المالية لسنة 2020 واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثار الانهيار الحاد لأسعار النفط بفعل انتشار فيروس كورونا. ممثلا لرئيس الجمهورية الوزير الأول بأويو الكونغولية للمشاركة في الاجتماع الثاني للجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا. رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة اللواء السعيد شنقريحة يشرف غدا على التنصب الرسمي للواء نور الدين حنبلي قائدا للناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة. القنصل العام للجزائر بميلان وإيطاليا يطمئن بعدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا وسط جاليتنا وتأكيد على الالتزام بإجراءات الوقاية لمنع انتشار الفيروس. وضمن تحقيقاتنا الميدانية قرية الفولية بالوادي تعاني غياب ضروريات العيش الكريم، وبعث التنمية الاقتصادية بالجلفة مرهون باسترجاع الأوعية العقارية غير المستغلة.